خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع محمد السبعي. حلقة يوم السبت 6/1/2024، الحلقة الصباحية. الحلقة الصباحية اللي غادي نتهضروا فيها على موضوع رئيسي اللي هو مستجدات القضية ديال إسكوبار الصحراء والكرة ديال الثلج اللي باش ما هي غادية وكتدحرج غادية وكتكبر وكتمس مجموعة من الأسماء. غادي نتكلموا اليوم على تحقيقات كتقول بأن هناك مغنية مشهورة في المغرب في الصنف ديال الأغنية الشعبية حتى هي متورطة في هذه القضية. غادي نشوفوا كيفاش اليوم كذلك المخابرات المركزية الأمريكية، نعم القضية كبرات، دخلت على الخط وكذلك في يعني في لبي التحقيقات. وغادي نشوفوا كذلك اليوم كيفاش الإعلام الجزائري يريد الإساءة لصورة المرأة المغربية، وبالأخص لطيفة رأفت بغوا يمسوها بسوء في هذه القضية. لدينا كذلك بعض المعلومات والأخبار الأخرى المتفرقة، بغيناكم تتبعوا معنا هذه الحلقة من الأول حتى الآخر على بركة الله. مشينا مع محمد السباحي. خذنا تحية مجددة، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى على دعم قناة محمد السباعي، شكرا للمشتركين الجدد، شكرا للداعمين عبر جيم التعليق وكذلك الاشتراك اللي هي من الإجراءات الضرورية اللي كتحافظ لنا على هذه القناة وكتحميها من التبليغات المتكررة. ونبدأ لكم ببعض الأخبار المتفرقة. نبدأ لكم بواحد الخبر اللي قيل بأنه الجزائر وكذلك البوليساريو غاضبة فيه مرة أخرى من إسبانيا والاتحاد الأوروبي. إسبانيا من طرف واحد الجمعية إسبانيا غادي تدير واحد النشاط رياضي. هذا النشاط غادي تنظم إمتى؟ في مدينة الداخلة وبدعم من برنامج تابع للاتحاد الأوروبي اللي هو إيراسموس، إضافة إلى دعم المفوضية الأوروبية ووزارة الشباب الإسبانية، يعني أجهزة ومؤسسة تابعة إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك وزارة تابعة إلى الحكومة الإسبانية غادي يدعموا واحد النشاط ديال واحد الجمعية رياضي تثقيفي غادي تنظم من 27 يناير هذا الشهر إلى 7 فبراير الشهر الماشي. ياك كنت تقولوا لنا بأن إسبانيا قد غيرت موقفها من مغربية الصحراء، ياك كنتوا كتقولوا لنا بأن الجزائر انتصرت مرة أخرى على إسبانيا، ياك كتقولوا لنا بأن إسبانيا سحبت اعترافها، إوا ها هو بغيتوا شي اعتراف من غير هذا الاعتراف؟ ها هو تطبيع إسباني مع مغربية الصحراء مرة أخرى بدون يعني خجل وبدون خوف وبدون أي خلفية أخرى. منظمات إسبانيا، وزارة إسبانيا، والأكثر من ذلك الاتحاد الأوروبي براسه جاي غادي ينظموا نشاط كبير هنا في مدينة الداخلة تحت يافطة العلم المغربي وبالتنسيق مع الأجهزة الرسمية والأمنية المغربية في مدينة الداخلة. انتم ماش غادي يشيط لكم البكا والشكا والنواح والتألم، انكم تألموا فقط هذا الشيء اللي غادي تصوروا من هذه الامور كلها. كذلك عندي لكم واحد الخبر، وهو هذه المرة الخارجية الجزائرية منزعجة من الولايات المتحدة الامريكية. الامر كيتعلق واحد تصنيف جديد دارته الخارجية ديال الولايات المتحدة الامريكية متعلق بالدول المتورطة بالانتهاكات ديال الحريات الدينية. وهذا الامر هذا التصنيف اللي كيدير الولايات المتحدة الامريكية كيعطي بعض المؤشرات ديال الحرية في الدولة. هاد المؤشرات بعض السياح وكذلك المستثمرين اللي بغى يزور شي دولة كيدخل بعض المؤشرات كيشوف هاد الدولة واش كتحترم الحرية الدينية ديالي، واش هاد الدولة فيها الحريات واش ما فيهاش الحريات. إذا ما كانش فيها هاد الحريات وكان تصنيفها متدنيا فهاد السائح أو هاد المستثمر ما كيدخلش لهاد البلاد.
ولكن الا كان مزيان وكان كان تصنيفها ممتاز فهي كتشجع المستثمر وكتشجع السائح من زياره هاد البلاد. دارت الخارجيه الامريكيه جوج ديال التصنيفات. التصنيف الاول اللي كيجمع اللي كيقول بان هذه الدول متورطه بشكل اساسي في انتهاكات الجسيمه للحريات الدينيه، وحطت في هذا التصنيف بورما، الصين، كوبا، كوريا الشماليه، اريتريا، ايران، نيكاراغوا، باكستان، روسيا، السعوديه، طاجيكستان، تركمانستان، وصنفتها كدول مثيره للقلق بشكل خاص لتورطها في الانتهاكات الجسيمه لحريه الدين. وحطت واحد التصنيف اخر اللي درجت فيه شكون؟ تبع معايا مزيان، نبدا لكم اسيدي. الجزائر، اذربيجان، جمهوريه افريقيا الوسطى، جزر القمر، فيتنام، وهي دول معنيه بالمراقبه، يعني كاين خروقات وانا غادي نراقب هذه الخروقات في هذه الدول. وبالتالي هذه الدول اللي جمعنا لكم لا في التصنيف الاول ولا في التصنيف الثاني كلها دول متورطه في هذه الامور. نبقاو دائما لكم مع بعض الاخبار المتفرقه قبل ما ندخلوا الى الموضوع الرئيسي ديالنا. وكاله الاناضول اللي هي وكاله رسميه تابعه للدوله التركيه، لحت لنا مجموعه من الخرائط كتلوح لنا فيها المكان التواجد ديال الدول الجديده في البريكس. الخبر لحد الان عادي، ولكن غير العادي هو انه جوج ضربات في وجه الجزائر كيجيو من تركيا. الضربه الاولى يعني يؤلمكم هذا الخبر ولكن لا باس اننا نعود نذكر به. قالوا لنا هذه هي الدول اللي كاينه اليوم في البريكس، سواء الدول القديمه او الدول الجديده اللي التحقت مطلع هذه السنه وما فيهاش الجزائر. هذه الضربه الاولى. الضربه الثانيه منين جات؟ جات من الخرائط. كتبعوا معايا مادام نتوما كيعجبكم هادشي ديال الخرائط وكتكلموا على الخرائط ودائما كتجبدوا المغرب بالخرائط. ها هي خريطه المغرب كامله بترابها على وكاله الاناضول التركيه. وبالتالي انا قلنا لكم مرارا وتكرارا تركيا الرسميه تعترف بمغربيه الصحراء. سبق قالها السفير التركي بالمغرب، واليوم جهاز اعلامي رسمي تابع للدوله التركيه ينشر الخريطه ديال المغرب كامله، وهي الخريطه اللي غادي تولي معتمده عند جميع الدول ان شاء الله. وهناك حركيه كبيره من طرف وزاره الخارجيه الامريكيه لطي هذا الملف. لدينا لكم كذلك واحد الخبر. قلنا لكم هذه واحد ثلاث سنين تم قتل اغتيال القايد صالح رئيس الاركان ديال الجيش الشعبي الجزائري. قلناها لكم وقلنا لكم ان الامر غادي 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 يطيحوا فيه رؤوس اخرين. اليوم هناك رؤوس ابناء القايد صالح كنقراو في وسائل الاعلام والصحف الدوليه وكذلك الجزائريه امر بالقبض ضد ابناء وزير الدفاع السابق القايد صالح بتهمه الفساد واستغلال منصب والدهم. هذا القايد صالح اللي كان جايب واحد النيه ديال انني ننظف الجزائر. القايد صالح اللي كان حتى الشعب الجزائري عاجبينه، يعني الجزائر اصحاب ايام الثوره كان عاجبهم هذا السيد، كيشوفوا فيه الاب الروحي ديالهم، خصوصا انه دخل مجموعه من الرؤوس ديال الفساد الى السجن. منهم مثلا لويزا حنون، منهم السعيد بوتفليقه، منهم كذلك هذا خالد نزار وتوفيق حكم عليهم بالسجن، كاين اللي تشد وكاين اللي هرب. ولكن بعد اسابيع من منطوق هذه الاحكام تم الاعلان ديال الوفاه ديالهم، وجاء شنقريحه شد الحكم وخرج هذوك الناس كلهم اللي كانوا في الحبس من الحبس، وخالد نزار حتى هو اسقط عنه التهم ودخلوا الى البلاد. مسلسل الانتقام من قايد صالح حتى بعد وفاته بدا مره اخرى باسقاط الرؤوس ديال الابناء ديالو كما كتشوفوا معنا، والفساد يعود الى الجزائر. لا نتمنى هذا السيناريو في المغرب. الكره ديال الثلج بدات والقطار ديال المحاسبه بدا،
وبدينا كنشوفوا ان القضاء والامن او السلطات الامنيه والدوله المغربيه في جوهرها كلها اعلنت الحرب اليوم في المغرب ضد رؤوس الفساد مهما كانت مكانتهم وكذلك مهما كان موقعهم والمسؤوليات التي يتحملونها. اليوم القضية التي تشغل الرأي العام حتى الرأي الدولي بدأ يتحدث عن قضية إسكوبار الصحراء ومستجدات جديدة. بدينا لكم ببعض المستجدات السابقة، اليوم غادي نقول لكم آخر المستجدات. الصحف الدولية العربية كثير منها كتناول القضية بمهنية، يعني كيقلبوا على الأخبار من المصادر ديالها ويمحصوا ويفحصوا عدا ينشروا الخبر. الدولة اللي منوك كيحاولوا يضربوا في الصورة ديال المغرب التي فرأفت من الأسماء المشهورة جدا في الجزائر، عندها محبين كثر في الجزائر والأغاني ديالها تعودت غير ما مرة من عدد من المغنيين الجزائريين. مزيان هنا الشروق الجزائرية كتبت في الموضوع وتكلمت عن لطيفة رأفت، قالت حملة تضامن مع الفنانة لطيفة رأفت بعد بروز اسمها في فضيحة إسكوبار الصحراء. مزيان لحد الآن العنوان كيبان لنا بأنه بحال غادي يقولوا شي حاجة زوينة على لطيفة رأفت، ولكن ملي كندخلوا كنلقاو الشروق اللي هي صحيفة مقربة من مراكز القرار والحكم في الجزائر كتبان لنا واحد الجملة أو واحد الفقرة نقراها لكم ونعلقوا عليها. كتقول لكن المفاجأة الصادمة هي ما اعترف به رئيس نادي الوداد الذي قال إنه لا تجمع علاقة شخصية بالمطربة الشهيرة وأن تعاملهما كان يقتصر على إحضار لطيفة رأفت لمجموعة من الفتيات خلال السهرات التي كان ينظمها المالي. شو الطريقة باش بيسيئوا إلى لطيفة رأفت؟ لطيفة رأفت ما شاء الله عليها المغنية اللي كلشي كيحبها كلشي كيبغيها، ما عمرنا ما شفناها دخلت في مشاحنات شخصية مع شي فنان ولا شي الخزعبلات ديال السوشيال ميديا. اليوم في الإعلام الجزائري أصبحت وسيطة. أنا قلبت على هذا الموضوع ديال الوساطة ديال لطيفة رأفت، يعني في كتجيب البنات الفيلات وكذا، لقيت جوج جيل الجرائد اللي كاتبينها، هذا الشروق وكذلك الريفينيو، واحد المقاسم واحد الموقع سميتو الريفينو بوان نت ولا شي لعيبه بحال هكذاك، غير من السميه كتبان لك التوجه العقلي والفكري والايديولوجي لهذه الجريده، والبقيه ديال هذا الخبر ما لقيته الا عند بعض صناع المحتوى كيتكلموا على ان لطيفة رأفت هي متهمه وكانت كتجيب لهم البنات وكذا. انا شخصيا ما عمر كان اليوتيوب مصدر ديالي غير باش نتكلم معكم، ما عمري زعما تفرجت يعني كنتفرج فيديوهات ديال بعض الناس في اليوتيوب وكنعتبرهم مصدر وكنجي كنقول لكم الكلام ديالهم، لا ما عمري ما اعتمدت على القضيه. كنمشي الاعتماد ديالي بالاساس اما من مصادر شخصيه يعني مباشره للمعني او المقالات ديال شركات مؤسسات اعلاميه معروفه، ماشي مؤسسه اعلاميه شي واحد رشقت ليه دخل دار موقع كاين في النيبال ولا كاين ما عرفت فين كاين ويجي يدير موقع ويبدا ينشر فيه الخزعبلات. لا، اليوم الشروق تعتمد على هاته الخزعبلات في نشر الاكاذيب على لطيفه رأفت. لطيفه رأفت للسيده لو كانت فعلا انها كتشوف يعني كانت كتعمل في هذا العمل ديال الوساطه راه ما غاديش الزواج ديالها يدوم 4 شهور مع إسكوبار، راه ما كان غادي يدوم واحد السنوات، كانت غتقبل بهذا الوضع لان غتستافد منه ماديا لو كان الامر كذلك ماديا. العلاقه بين سعيد الناصري ولطيفه رأفت كما تمت الاشاره اليها سابقا هو ان سعيد الناصري هو ولد المنطقه ديال زاكوره وناض بغا يدير واحد المهرجان، جهاد إسكوبار الصحراء هو اصلا مهووس بلطيفه رأفت من الصغر ديالو، كتعجبو لطيفه رأفت كيعجبو الاغاني ديال لطيفه رأفت وبغى شي كونتاكت بغى يتعرف عليها كيحبها كيبغيها بغى شي ليزون شي طريق من يوصل ليها. اقترح على سعيد الناصري قال له بدنا نعطيكم 150 مليون لهذا المهرجان كدعم وجيبوا لي لطيفه رأفت تغني في هذا المهرجان.
شحال غنات لا فاطمة الميراجان ب 12 مليون سنتيم؟ راه ماشي بجوج ولا ثلاثة ديال الملاير، راه ما كاينش، راه ما شكون هذا اللي كيغني بجوج الملاير شي مهرجان؟ راه ما كاينش هذا الرقم، ما كاينش حتى لو لطيفة فتحتها هذا الرقم راه محبش تقبل، لأنه رقم كبير جدا وفيه مجموعة ديال الشكوك، فيه الشك، فيه منطقة زاكورة غتغني بجوج الملاير ولا ثلاثة الملاير، راه ما يتقبلهاش العقل. 150 مليون مقبولة. وانا شوف شخصيا شخص انا سبق لي تكلمت مع مدير الاعمال ديال لطيفة رأفت، وكنا بغينا نجيبوه لواحد الفيستيفال هنا في مهرجان هو راه للفنون الشعبية هنا في أولى التيمة في منطقة السوس، قال لي رقم قريب من هذا الرقم ديال 12 مليون، ولكن حنا ما عندناش الامكانيات ديالو، ما قدرناش نوفروا له هذا الرقم اعتزازا منا بالاغنية المغربية، وتا هي من حقها. مع العلم كان اللي غادي يقول لي 12 مليون راه كثيره، لا راه ديالها ومعها الفرقه المرافقه ديالها، معها الفرقه المرافقه ديالها جابوها غنات تعرف عليها هاد اسكوبار الصحراء، طلب يديها. السيده شافت في الاول في الوجه ديالو انه متدين، يصوم الاثنين والخميس، السيد ما كيفوتش الصلاه ديالو، ترونكيل، مشى عاش معاها في الفيلا ديالها في الرباط، ما شافت فيه التعب شويه، قال لها لا خصك تمشي تعيشي معايا في الفيلا ديالي ديال كازا، مشات عاشت معاه، مع ان الشرط ديالها الاول هو انه هو يعيش معاها، عاشت معاه، شافت شي حويجات ماشيش هي هذيك، شافت شي السيد كيسهر، السيد الوجه اللي وراه النهار الاول ماشي هو النهار الثاني، فما عجبهاش هذا الحال، وهي ترجع للور، قالت لي صافي انا ما بغيتش نكمل في هذه العلاقه، وناضت هي اللي دعاته وهي اللي طلقاته ماشي هو اللي طلقها. كاين اللي غادي يقول لي لا وهي شافت هاد الامور كلها وعلاش ما علمت به؟ علاش ما اخبرت السلطات الامنيه؟ خبيت نقول لك راه طبيعه المراه المغربيه، غتقول لي لا هما الزوجات بعيويره، نقول لك اودي راه كل مراه والتفكير ديالها. لطيفة رأفت كانت كتسحاب بان الزوجه ديالها فقط زواني كيقصر، كيمشي للفيلات، كيدير شي حويجات ماشي هي هذيك فقط، فاختارت انها تخرج وتخليه يعيش حياته يدبر راسه. ما كانتش كتعرف بان السيد راه مافيا ديال المخدرات، السيد راه كيفعل كي، لا ما كانتش عارفه هذه الامور كلها. لهذا رجاء الاخوان بارك من الضرب في صوره ديال لطيفه رأفت بلا ما نضربوا في واحد الفنانه تعتز بالقفطان المغربي بالاغنيه المغربيه، لم يستهويها اللسان ديال المشرع، ما مشاتش غنات باللهجه اللبنانيه ولا باللهجه السعوديه ولا باللهجه المصريه، اعتزت وبقات هنا في المغرب واعتزت بالتمغربي ديالها. حشومه وعار علينا اننا بقى نسمعوا مثل هذه الخزعبلات كذلك من الجزائر، اللي هي في الظاهر غتنقل لنا الخبر ولكن في الباطن الضرب في واحد المراه، مراه مغربيه كيحبها كلشي، قالت لك وسيطه في مجال الدعاره، الجزائر اليوم تقول بان لطيفه رأفت وسيطه في الدعاره، اللهم ان هذا منكر. المهم القضيه غاديه وكتكبر، القضيه الكره ديال الثلج غاديه وكتكبر، كتقول لنا الاسبوع الصحفي ان المخابرات المركزيه الامريكيه دخلات على الخط ديال التحقيقات، وجات حتى هي كدير اللمسه ديالها واللاتوش ديالها في هذه الامور، غتقول لي وما علاقه المخابرات المركزيه؟ الامر مغربي يتعلق بالمغرب، اذا اجب الامريكان ان تدخل لنا في الامور ديالنا. بغيت نقول لك راه كاين تعاونات امنيه، كاين تعاونيات امنيه ديال الدوله المغربيه مع مجموعه من الدول، انه كيكونوا تحقيقات مشتركه خصوصا في مواضيع دوليه مشتركه. بابلو اسكوبار الصحراء او اسكوبار الصحراء كما كيقولوا اللي هو الحاج بن ابراهيم، السيد راه ما كانش كيخدم في المغرب، وربما حتى العمل ديالو في مجال المخدرات في المغرب كان ضعيفا مقارنه مع العمل ديالو في دول اخرى بما فيها الولايات المتحده الامريكيه، وممكن نسمعوا ان رؤوس في الولايات المتحده الامريكيه تيطيح، وهذا الشيء اللي خلى المخابرات المركزيه الامريكيه تجي وتا هي دير التحقيقات ديالها في هذه القضيه التي شغلت الراي العام الوطني وكذلك الدولي. وكيقولوا بانه كاين 180 شخصيه متورطه، وان التحقيقات ماشي بدات مع مقال ديال جون افريك، ان السلطات الامنيه المغربيه راه باديه التحقيق سنوات هذه، وحاطه هذوك الاسماء كلها بواحد بواحد تحت المجهر، وكل شيء هذا الشيء علاش؟ باش يعني تحت المجهر نقلب ليه على الدليل، من كذلك نشوف الشبكه ديالو،
نخليه يخدم، غنخليه ولكن تحت المراقبه، باش نشوف الشبكه العامه، باش ملي يتم الالقاء على واحد كنشد معاه كلشي، دوك اللي مجاورينو، دوك اللي الشركاء ديالو. وهنا كنحييو الامن، راه ماشي جون افريقي اللي حركات الامن المغربي، راه ماشي مقال فلاني ولا اليوتيوبر الفلاني او الصحفي الفلاني هو اللي حرك الامن المغربي، لا، راه التحقيقات من 2019 وهي خدامه. وهنا كنحييو كذلك الامن، لانه شنو السريه، ما كاينش الاختراق. اليوم كنشوفوا الرجال ديال الامن فعلا كان فيهم بعض المتورطين في هذه القضيه ديال اسكوبار، ولكن كنهضر على الجهاز اللي كان مكلف بالتحقيق في هذه القضيه. كلشي مشى حسي مسي، تبدا الريوس كطيح. من الرؤوس او من الشخصيات اللي كاينه كما كتقول لنا تلكال في العدد ديالها الاخير، اننا غادي نسمعوا واحد المغنية مغربية متورطة في هذه الشبكة، ماشي لطيفة رأفت، مغنية ديال الشعبي، وكيقولوا بأنها من الصنف الأول في الأغنية الشعبية، حتى هي ممكن تطيح غدا ولا بعد غدا. المهم هذا السيناريو وهذا المسلسل ديال اسكوبار الصحراء والشخصيات اللي معاه كيبان لي غادي وكيكبر، بزاف ديال الناس تشاهم هذا الامر، سواء حزب اصاله والمعاصره، وهابي، زيد وزيد، مجموعه من البرلمانيين، وزراء، يعني القضيه غاديه وكتكبر. غير للاشاره، البام قال لك غادي يدعي دوك الناس الذين يسيئون الى صورته باستغلال هذه القضيه ديال اسكوبار الصحراء. بغيت نقول لكم راه البام هو الذي اساء لنفسه، وهابي هو الذي اساء لنفسه، اذ ادعى غير ما مرة انه كيعرف اللون ديال التقاشر ديال المغاربه شنو لابسين، وما عرفش الكوزينه ديالو، بل الموكلين ديالو اللي هو المحامي ديالهم ما عرفهمش شنو كيدير. خذنا نهايه ديال الحلقه، شكرا جزيلا ليكم على الدعم ديال، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى مع محمد السباحي.